ده الساجيتال سكشن في السكال، قطاع الطولي متقسم لثلاثة بورت: كرانيال بورت، اثمويدال بون، ونيزل كافيتي. تمام. اول حاجه في الكرانيال كافيتي ده اسمه سيريبرال فاسا، ودوت سيريبيلر فاسا. تمام. ده بيبقى فيه السيريبرال وده هنا في السيريبيلم. في الدورسال، في دورسلي، في السيريبرال فاسا فوق ده بيبقى اسمه انترنال ساجيتال كريست، اللي بيقابل من بره الاكسترنال ساجيتال كريست. تمام. روستلي هنا قدام بيبقى هنا في ده اسمها كريستا جالي، الحته دي الكيرف ده كريستا جالي. تمام. كودلي بيبقى فيه الحته دي كده اسمها اوسيس تنتوريان بروسس، او اوسيس تنتوريان سيربلي، الحته دي. تمام. فنتري تحت هنا بيبقى فيه الهايبوفيزيال فوسا دي هنا اهي، الحته الخضراء دي. تمام. لاترالي بقى ديت هنا بيبقى اسمه بتروزل كريست، اللي هي المفروض عظمه البتروس من ورا، عظمه البتروس، يبقى الكريست ده اسمه بتروزل كريست. والخرم ده اسمه انترنال اكواستيك مايتس، اللي هو بيقابل من بره الاكسترنال اكواستيك مايتس، يبقى من جوه ده الانترنال اكواستيك مايتس. تمام. الاثمويدال بون دي البون اللي بتفصل الكرانيال كافيتي عن النيزل كافيتي. تمام. اول حاجه فيها هنا واضحه حاجه اسمها سيريبري فورم بليت، دي شبه المصفه، المصفه دي اهي. تمام. في هنا دول اسمهم الشوك ده كتير، ده اسمه لابيرنس. تمام. بيغطي اللابيرنس البربنديكولار بليت، يبقى البربنديكولار بليت تحتيه اللابيرنس دول. تمام. ومن ورا السريبري فورم بليت. النيزل كافيتي اهي، دي النيزل كافيتي بيبقى متقسمه لطبقات، بس هي مش واضحه في العينه، فالدكتور قالت مش هتيجي في الامتحان الا لو ظبطوا عينه على الامتحان. تمام. متقسمه الاول دورسال نيزل مايتس، ودورسال نيزل كونيكا، بعدين ميدل نيزل مايتس، وبعدين فنترال نيزل كونيكا، وبعدين فنترال نيزل مايتس. يبقى اثنين دورسال فوق واثنين فنترال تحت، وواحده ميدل في النص مايتس. تمام. في انفرا اوربيتال كانال، الكنال اللي فيها الماكسيلري نيرف. انفرا اوربيتال كانال دي انفرا اوربيتال كانال، اللي هي اللي بيدخل فيها الماكسيلري نيرف، بتوصل من ورا مع الماكسيلري فوريمن. مش احنا قلنا الاول واحد فوريمن ده اسمه الماكسيلري فوريمن، فمن ورا كده هيتصل معاه، ديت الانفرا اوربيتال كانال. تمام. وبتفتح في الانفرا اوربيتال فوريمن اللي موجود في الماكسيلري بون. تمام. في دكت تانية اسمها نيزل نيزو لاكريمال داكت، اللي هي دي. تمام. بيبقى فتحه في اللاكريمال الفصة اهي. تمام. يبقى دي اسمها نيزو، وراها يبقى دي اسمها نيزو لاكريمال داكت. تمام. البارانيزل ساينس بتبقى دول بوني سبيس فيلد وذ اير في النورمال ستيت، لكن في الابنورمال بيبقى فيها صديد، فعشان كده بنعمل عمليات، ويبقى فيه فتحات. اول فتحه دي اسمها فرونتال ساينس. تمام. ودي الماكسيلري ساينس، وفي سفينو بالاتاين ساينس. دي سفينو بالاتاين ساينس، الثلاثة ساينس دول اللي هو لو في الابنورمال، في الابنورمال ستيت ما تبقاش فيلد وذ اير، بتبقى فيها صديد، فعشان كده بنتدخل جراحيا ونشيل الصديد ده عن الساينس الفرونتال والماكسيلوري والسفينو بالاتاين. سفينو بالاتاين. تمام. بس